ليست مسافات تقطع، ولكن ما بيننا وبين الله تعالى هي حجب ترفع، وحينئذ كأنك ترى. أولو العزم من الرسل بعد 950 سنة دعوة لله سبحانه وتعالى ناداه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات، اتعرف معناها ايه؟ يعني احنا لما تظلم علينا خالص، لما تظلم خالص نقول زي ما سيدنا يونس قال. صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوة اخي ذنون لم يدعو بها مسلم قط إلا استجاب الله له. لو كان كربنا زي كرب يونس عليه السلام، لو وصلنا في الكرب كما وصل يونس عليه السلام واشتركنا في الكرب مع يونس عليه السلام، فلنشترك في الدعاء معه عليه السلام. كل ده وفي الآخر قال أيوب عليه السلام: أني مسني. هؤلاء هم سادة المتوكلين وسادة الدعاء وسادة الأئمة اللي بنقتدي بيهم. زكريا عليه السلام كان همه الدعوة، كان همه الدين، كان خايف على ضياع الدين وضياع الشريعة. قال: وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هم بني إسرائيل، وبني إسرائيل ساعتها كانوا وصلوا لدرجة من الانحطاط ما بعدها انحطاط. فكان ده دعاء زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. لأن الأنبياء لا يورثون، إنما يورثون العلم ويورثون الدين والشريعة. أعود إلي، أعود إلي. وموعدنا النهاردة مع نداء النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نحس بموضوع النداء والاستغاثة هناخد قصة بدر من الأول خالص. هو إيه اللي خلاهم يخرجوا المسلمين؟ إيه اللي خلاهم يخرجوا؟ هم في الحقيقة خرجوا علشان ياخدوا بعض أموالهم. ما هو عصابة اللصوص اللي كانت حاكمة مكة أيامها خدوا أموالهم وديارهم والدواب بتاعتهم وقعدوا يتاجروا بيها. فالمسلمين كانوا في شدة ما بعدها شدة، فخرجوا علشان يأخذوا بعض أموالهم. فهم أرادوا شيئا، لكن الله تعالى أراد شيئا آخر: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه إرادة المسلمين، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت شيئا آخر. فراحت العير اللي كانت فيها كل حاجتهم وبقي النفير، وحصل الموقف. لا كان معهم عدد ولا عدة ولا سلاح، كانوا ماشيين بسلاح الراكب. يعني انت بتتكلم في العدد كانوا حوالي 300 وشوية، وبتتكلم في العدة كان معهم سلاح الراكب، وجاي لهم 3 أضعاف العدد بتاعهم بسلاح المقاتل. سلاح الراكب ده يعني واحد مثلا ماشي معاه طبنجة، وجاي له واحد معاه مدفع. اللي راكب مدفع ده جاي يقاتل، إنما هيقاتل واحد معاه إيه؟ سلاح الراكب غير مهيئ بسلاح، ولا مهيئ لقتال، ولا مهيئ لأي شيء. ده هو طالع لغرض، لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. فحال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذا الموقف أنه رحلت العير وبقي النفير. أراد الله سبحانه وتعالى شيئا في هذا اليوم. وغزوة بدر تسمى يوم الفرقان، الفرقان بالألف والنون، لأن هذا اليوم حصل فيه تفرقة بين الحق والباطل، بين الظلمة والنور. وكل هذه الأقدار لا تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأقدار النبي صلى الله عليه وسلم مدركها تماما، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وأكثرهم يقينا على الإطلاق بما فيهم الأنبياء والصالحين. غزوة بدر كانت نقطة محورية، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول: إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم وشغله الشاغل هي الدعوة، هي عبودية الناس، هو تعبيد الخلق لرب الناس سبحانه وتعالى. فالقضية دلوقتي إن بالأسباب المادية وبالحسابات 1000 طالعين يستأصلوا، طالعين يأكلوهم، طالعين يقضوا عليهم بصلاح المقاتل، بصلاح المحارب،
بعدتهم وعتادهم وبإبلهم وبخيلهم، وقول زي ما أنت عايز. لكن المسلمين كانوا قلة وما كانوش مهيئين لحاجة زي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم مدرك هذا الوضع. غزوة بدر هي نقطة مفصلية في حياة التاريخ البشرية والإنسانية. إن الله سبحانه وتعالى قد نظر إلى الأرض عربها وعجمها فمقتهم، فمعنى إن الدعوة ما تستمرش معنى إن الأرض ستصبح وتستمر في هذا الظلام، في هذا الظلم. القوي يأكل الضعيف، ولا نصير للحق ولا نصير للضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرك خطورة الموقف الآن، مدرك أن الآن لابد من الاستغاثة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويستغيث ويناشد ربه حتى سقط رداءه من على منكبيه الشريفين، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه من ورائه يهون عليه ويلتزمه ويسوي عليه رداءه ويقول: بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هون عليك، هون عليك. طب هو كان يقين سيدنا أبو بكر أعظم من يقين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، يقين النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يقين على الوجه الأرض، أعظم من الأنبياء والمرسلين، مش بس من أبو بكر. لكن هذا حال المستغيث. لو عايز أتعلم الاستغاثة هتعلم من مين؟ هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في المواقف الفاصلة هكذا تكون العبودية، هكذا تكون الاستغاثة، هكذا تكون الشكوى. أعود إلي، أعود إلي. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لا اتعمل قبل كده ولا اتعمل بعد كده، كان بمثابة الدرس علشان نعرف كيف تكون العبودية في المواقف الفاصلة. وهو كان صلى الله عليه وسلم مدرك هذه القضايا جيدا، ومدرك أهمية غزوة بدر ويوم زي ده الوضع هيبقى عامل ازاي، لدرجة ان آية في سورة الأنفال نزلت تحكي هذا الحال، تقول: إذ تستغيثون ربكم. إذ دي ظرف، إذ ظرف، فلما تنادي حد وتقول له إذ كأنك بتجيبه وتحطه في الظرف. فاكر الزمان الذي كنت فيه تفعل كذا وكذا؟ إذ تستغيثون ربكم، أول ما تسمع إذ في القرآن ده ظرف، أنت كأنك الله سبحانه وتعالى يريد أن يهيئك داخل هذا الموقف. فاكر إذ تستغيثون ربكم وجملها فاستجاب لكم، فعلى طول فاء التعقيب. فكانت الاستغاثة، وربنا سبحانه وتعالى سماها في القرآن استغاثة علشان حال النبي ساعتها كان مستشعر قد إيه العبودية، ومستشعر قد إيه الخطر اللي على المسلمين وعلى الدعوة وعلى الأرض جميعا. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال من الاستغاثة، كذا كان حاله المشرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناصحا للأمة: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني داوموا والزموا واثبتوا وأكثروا من الدعاء بهذين الاسمين، ألذوا بهذا الجلال والإكرام. طب ليه هذا الجلال والإكرام؟ الحديث كده وقف. ألذوا بهذا الجلال والإكرام، طيب نقول هذا الجلال والإكرام إيه؟ هو كده يكفيك. ليه يكفيك؟ يعني أنت بتقول يا صاحب أسماء الجلال، وأسماء الله سبحانه وتعالى إما أسماء جلال وهيبة وإما أسماء إكرام وجمال. أسماء الجلال يا ذا الجلال، أسماء الجلال والهيبة كالعظمة والجبروت والقهر، فده نص، والنصف الآخر تحت أسماء الإكرام، يا صاحب أسماء الإكرام. فأسماء الله سبحانه وتعالى إما أسماء جلال وإما أسماء إكرام عز وجل. فبالدعاء ده يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، تجمعت أسماء الله سبحانه وتعالى في دعاء واحد، أسماء الإكرام، أسماء الجلال وأسماء الإكرام، جمعت كل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في
في هذا النداء: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. حكى الله تعالى في القرآن الكريم حال الوالدين وهما يستغيثان الله من ولديهما العنيد العاتي المغتر، وقال تعالى: وهما يستغيثان الله. في كم أم وأب عمل مع أولاده اللي ما يتعملش وبرضه شايف إن مفيش فايدة، البيت ما بيربي، الشارع ما بيربيش، والمدرسة ما بتربيش، ومفيش صحبة خير، ومش عارف يعمل إيه. كان دايما الشيخ يعلمني يقول لي: استجدوا ولادكم من ربنا، اشحتوهم من ربنا، اشحت ولادك من ربنا سبحانه وتعالى. لا يملك نواصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك قلوبهم إلا هو سبحانه وتعالى. وهما يستغيثان الله. أعود إلي، أعود إلي. حكى الله سبحانه وتعالى قصة الصحابية التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له زوجها، وفي آخر مطاف لم تجد غير باب الله سبحانه وتعالى وتشتكي إلى الله. القصة إن الصحابية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وبتحكي له، بتقول له: أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع الولد مني ظاهر علي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا جدا من حالها، لكن كل مرة بتقول له كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ لا أجد لك. كان لسه حكم الظهار ما إيه؟ منزلش. فتقول له: أنا هروح فين؟ أنا هترمي أنا والعيال في الشارع؟ أنا يعمل فيها كده بعد العمر ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مشفق جدا عليها وعلى حالها، ويقول لها: لا أجد لك، لا أجد لك، لسه الحكم منزلش. وهي تقول وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: يرضيك اللي عمله فيا؟ ده عمل فيا كذا وعمل فيا كذا، وحيرميني أنا وعيالي في الشارع، أنا أروح فين؟ طب ده هو أخد فلوسي وخد مالي وخد شبابي، هو أنا بعد ما عملت مع اللي عملته وهو كبير في السن وخدمته يعمل معايا كده؟ نعم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أجد لك، الحل مش عندي. أمال عند مين؟ عند من أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله كان ممكن الحكم ينزل في لحظة، وحصلت كتير، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها من قبل ما هي تيجي، ومن قبل ما تخش، ومن قبل ما تتكلم، وهي داخلة يقول لها: جيت عشان تسألي على كذا، والجواب كذا وكذا. كتير حصلت قبل ما الواقعة تحصل. لكن تأخير الحكم هنا كان لغرض، غرض استخراج عبودية. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الحل مش عندي. أمال عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. فحصل تأخير حتى يتم استخراج هذه العبودية، عبودية الشكوى لله سبحانه وتعالى، وتشتكي إلى الله، وتنزل السورة وتسمى باسم هذه الحادثة سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تجادلك وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الشكوى عبودية. هو يعني إيه الشكوى؟ وجات منين الكلمة دي؟ وإزاي إدراكها بالحواس؟ ما هو المعنى المدرك بالحاسة اللي حصل منه اشتقاق تم استصحابه في معنى الشكوى المدرك بالعقل من كلام العرب؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله رب العالمين في الحلقة الجاية. جزاكم الله خير. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامه. فاللهم فقهنا في الدين واجعلنا من العاملين. أعود إلي، أعود إليك، وأحمل قلبي كثيرا إليك.
أعود إلي وأنت دروبي وثقل ذنوبي وأمضي بشوقي إلي ومدحي فقير لأني الفقير إليك فقير إليك أحبك ربي بعقلي.